يا العالم الخارجي يا الجزائر، عندنا جيش قائم، عندنا أمن قائم، عندنا مصالح أمنية قائمة، عندنا شعب هو اللي خير المؤسسات راضي عليها ويدافع عليها ويدافع على جيشه ويدافع على شعبه. شكون اللي يطمع فينا في هالحاله؟ واحد ما يقدر يقرب لينا. هم عارفين الدار راكبه على الصح بالبيليات صحاح، غارقين بالبيطون، دار صحيحه واحد ما يقدر يكسرها. يطمع في الدول لما تتهرى الجبهه الداخليه تاعها، لما الشعب ما يكونش ثايق في الدوله تاعو.